صباح الخير جميعا. من بضع دقائق قريت خبر أنه في شخص كبير بالعمر في أقصى جنوب السويد مات أو ماتت بسبب عدم تقديم العناية له، وهي مصابة طبعا بفيروس كورونا. ومن بضعة أيام كمان قريت نفس الشيء، أكثر من شخص كمان من الكبار والعمر غالبا كمان فقدوا حياتهم بسبب عدم تقديم العناية أو عدم تقديم العناية السريعة إلهم بالسويد. إحنا عم نحكي بالسويد ولسه عدد الحالات المعروفة 2510، يعني رقم عم بحكي اقتصاديا أو عم بحكي من ناحية نسبة رقم مقبول. طبعا هو مو مقبول أبدا أنه يمرض أي شخص، خاصة بجائحة بهي الطريقة، ونحن عندنا بيانات لا بأس فيها، أو عند المختصين بيانات لا بأس فيها. بس اللي عم أقوله أنه إذا نحن لسه العدد عندنا هالقد وفي ناس ما عم بتلاقي العناية الكافية لسبب أو لآخر، فما بالنا لو انفجر الموضوع. هو يبدو رح ينفجر فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه، وفيما لو الفيروس كان ما بيموت بالحرارة العالية أو بالرطوبة مثل ما البعض شكك. هلأ البيانات الأخيرة يبدو أنه فعلا الفيروس بيضعف بالحرارة العالية وبالرطوبة العالية، وبالتالي يمكن يبدأ ينحسر الموضوع بالشهر القادم وما يليه. بس الفكرة أنه هذا ما يسمى مناعة القطيع هو اسم معيب الحقيقة، إذا نحن نعتبر حالنا بشر، مو تكبرا على الحيوان، ولكن نحن بنرفض أصلا مصطلح القطيع لما تستعمل الدول الاستبدادية أو لما تمارس الدول الاستبدادية. ليش بدنا نرضى فيه لما يصير الموضوع بين هلالين علمي؟ هذا التسليم الأعمى لما يسمى بالعلم، وهو ليس بالعلم، هو فلسفة العلموية المخلوطة بكثير من البهارات الاقتصادية، أو بالأحرى هي فلسفة اقتصادية تستعين بالعلم. يا أخوان، العلم ما نسلطة مطلقة، العلم هو داتا لاحقة لوجودنا نحن كمنظومات وكدول. فنحن بنستخدم العلم، نشوف شو بيقلنا العلم، وعليه ناخذ مواقف. العلم لا يقرر، العلم بيعطيك داتا وبيعطيك بعض الشروحات، من يقرر هو السلطات المدنية، هذا كل عمره هيك ورح يضل هيك. لأنه ببساطة العلم ما نو سلطة، العلم ما نو هيئة، العلم هو أداة. هذا مو تقليل من شأنه، ولكن هي الحقيقة، العلم هو أداة، هو تقنية، يعني مهما كانت متطورة هو اسمها تقنية، تكنيك. فبالنهاية ما فينا نعزل العلم عن 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 هاي الأمور الثانية اللي عم نحكي عنها. من ناحية تانية، ما في أي ضرورة لتجريب بالناس، وما في أي ضرورة أنه برد أعصابي، بمعنى أنه الدولة تتعامل بشكل بارد مع الموضوع. أول شيء إذا هني فعلا ما عندهم بيانات كافية، فالأفضل يخلوا الناس ببيوتهم بين ما صار ما عندهم بيانات كافية. إذا عندهم بيانات كافية وما عم بيخبروا الناس، وبالتالي مشان هيك مطمنين، فهذا مسألة أخرى. أي ما بقى موضوع لا علمي ولا طبي، صار موضوع سياسي بنحكي فيه ربما بعد ما تمر الجائحة. للأسف لسه الأمور عم تتاخد بشكل أناني، أنه أنا بقدر أطلع على المدينة، على التجمع المدني. يعني أنا هلأ قاعد مكان ما في تجمع مدني، أنه في الواحد يطلع ومعلش يعني بيدرب مناعته يعني إذا انصاب. المشكلة هون لو الأمر شخصي، يعني أنا بطلع خلينا نقول وبمرض وبتعافى وبتصير عندي مناعة، هاي مسألة. بس المشكلة إنه الأمر عزل الكبار بالعمر غير كافي، لأنه إذا شخص واحد بالعائلة طلع وتجول، يعني مو بس يجيب أغراض، طلع وتجول ودخل عبارات، دخل على مطاعم، حتى راح مكان للتنزه فيه ناس كتير، العدوى بدها ثانية. يعني حتى لو الشخص عم بيحاول يبعد عن كل الناس، أي مكان فيه تجمع العدوى بدها ثانية حسب التعرض. يعني البعض بيقول أكثر، بعض بيقول أقل، بس
الفكرة انه العدوى بتصير بشكل غير محسوس، ولولا هيك ما كان حدا عدا لا بالانفلونزا ولا بالكورونا ولا بغيرها. فهذا الشخص اللي بينعدي قادر انه يعدي كل العائله بما فيها كبار السن المحجورين، لانه ما فيهم ينحجروا تماما، بالاخير بدهم ينخدموا، بدهم يعطوهم اكل اذا افترضناهم قاعدين بغرف ونايمين كل الوقت يعني. فهذا التعامل اذا تعامل اناني بالموضوع، لسه ما عم ندرك انه العدوى اللي بتصيب واحد فينا معناها في اشخاص اخرين بدهم ينعدوا، مو بس كبار السن، في ناس ضعفاء، في ناس يمكن ما بنعرف معهم امراض، يمكن يكون معهم ونحن ما بنعرف، يمكن هني ما بيعرفوا، ما كشفوا على نفسهم لسه، ما عندهم ضعف بالجهاز التنفسي، عندهم ضعف بالقلب، عندهم ضعف بشيء اخر ربما، ولسه مو مكتشفين لسبب او لاخر يعني، او معهم امراض لسه كامنه ونحن ما بنعرف وهني ما بيعرفوا. فاتخاذ او النظر للامر ببرود ما بينفع حدا ولا له اي ادنى مبرر كما قلت، الا مبرر اقتصادي انه الجماعه ما بدهم شركاتهم تسكر، انه بحجه انه في ناس قال رح تنتحر وتكتئب اكثر من عدد اللي رح يموتوا بكورونا. هذا منطق معيب، هذا منطق معيب. اذا نحن بهيك عدد من المصابين اللي هو يفترض عدد متوسط، لسه في ناس ما عم بتلاقي المعونة الكافية بدول متقدمة وعم بتموت، فما بالنا لو انفجر الوضع أكثر. محاولة إظهار الأمر أنه هو تسليم للعلم وتسليم للطبيعة ومن يحزنون، هذا كلام للأسف فارغ. ليش لما بدنا نحن منصير نقول هيك الطبيعة؟ إذا هيك الطبيعة ليش نحن بنعمل دول ومؤسسات ومجتمعات وتجمعات وغيرها؟ إذا فعلا فعلا بدنا نعيش بالطبيعة، خلينا نرجع على الغابة كلها، خلينا نرجع على الغابة ونعيش بالغابة ونصيد حيوانات وحيوانات تصيدنا. أما بس بدنا منصير ننظر للطبيعة ومننظر إنه الطبيعة هيك وإنه هذا قانون الطبيعة، ومن يتمرد على الطبيعة مو الأشخاص اللي بيحكوا بهذا المنطق، هني نفسهم الأشخاص اللي بيتمردوا على العقيدة الدينية الجبرية إنه هيك الله بده. شو الفرق بينهم إذن وبين اللي بيقول إيه هيك الله بده، قدر الله وما شاء فعل، وأنتوا قدرت الطبيعة وما شاءت فعلت، وهيك كل عمره وهيك التاريخ وهيك من عصور كان الإنسان، وشو بدنا نعمل؟ دائما الضعيف بيموت. هذا نفس المنطق الديني اللي أنتوا بتنتقدوه، لا بل أسوأ، لأنه المنطق الديني موعود أنه هذا بلاء ورح يتعوض في مكان آخر يعني، على أقل في منطق أخذ وعطى بالموضوع، في نقاش بالموضوع. هاي المحاولة لإبراز أنه الموضوع ما بده عواطف والعلم ما بده عواطف والعلم حيادي، هذا كلام مردود عليه، مردود عليه من نفس الشخص إذا هو بتعرض لهذا الموقف، رح ينسى الطبيعة ورح ينسى التسليم بقضاء وقدر الطبيعة، ويرجع يحكي بالسياسة وبالاقتصاد وبالتنظيم وبالصحة العامة وبكل هذا الكلام. أهم شيء بهيك أمور سواء بالحرب أو بالصحة أو بالطبيعة أنه ما نزاود على بعض جماعة، ما حدا يزاود على الثاني، وكل شخص يفرجي أنه هو الحيادي وهو الموضوعي وكذا، كلياتنا فينا نعمل نفس الشيء سواء بهذا الموضوع أو بغيره، كلياتنا لما ننتقد أحزاب غيرنا ومذاهب غيرنا منصير موضوعيين وحياديين، ومنصير أنه الموضوعية والدراسة ما فيها عواطف، ولما الأمر يقرب على خط أحمر عنا شو ما كان هالخط الأحمر، حتى لو مبدأ مدني، حتى لو أي شأن نحن بنعتبره أنه أسمى من غيره وأنه هو الصح وأنه هو اللي بيستحق الدفاع عنه، نتحول ونتغير ونصير ندافع بطريقة مختلفة. أهم شيء بعتقد أنه الواحد لما بده يحكي على مبادئ غيره أو إذا بده ينتقد شيء يقول أنا لو كنت بهذا المكان شو بعمل؟ يعني الواحد يحط حاله دائما مكان الآخرين، ما يحكي من برج عاجي، وهذا الكلام يعني بحكي لحالي دائما أول شيء مشان ما أنسى، لأنه سهل الواحد ينسى. فبتمنى أنه عن جد ما نزاود على بعض، لأنه المزاودة نفسها هي أصلا نقاش سياسي، حتى لو كان بالعلم وحتى لو كان بأي موضوع، الشغلة مو بالمصطلحات المستعملة، الشغلة بالمنهج اللي بنستعمله. وباي.
بدي كمل اتشمس هلا.